صعب وحزين على الكرة المصرية، وخصوصا الهزيمة القاسية اللي تعرض لها منتخبنا الوطني للشباب من منتخب السنغال، وتعادل الأهلي مع سان داونز في بطولة أفريقيا. ولكن الحكاية لسه ما انتهتش، ولسه بدري، طول ما الأمل موجود احنا مكملين. مساء الخير واهلا بيكم، اهلا بكل اللي بيتفرجوا علينا من كل حتة في حلقة جديدة من برنامج الحريفة. اهلا بك يا هنود. اهلا بك يا أميرة، واهلا بكل اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. والحقيقة اللي حصل امبارح مع منتخب مصر للشباب ده نتيجة لحاجات كتير غلط في منظومة كرة القدم المصرية، إداريات، فنيات، حاجات تانية كتير جدا. عشان كده لازم يكون في رغبة حقيقية وخطة للتصحيح الفترة اللي جاية إن شاء الله. أما الأهلي فلسه قدامنا فرصة، يمكن المهمة بقت أصعب، ولكن أكيد هنمسك في الفرصة بإيدينا وإسناننا. خلونا نبدأ حلقتنا معنا النهاردة، أخبار كتير جدا. تعالوا نروح نشوف معنا إيه النهاردة في السريع. أول خبر معنا النهاردة، إعلان النادي الأهلي عن الراعي الخامس للفريق بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي شركة شل اللي بتتعاقد مع الأهلي لمدة 4 سنين، وبيجي التعاقد ده بعد التعاقدات مع الأربع شركات السابقة: اتصالات مصر الراعي الرئيسي، والشريك التكنولوجي بنك أبوظبي الأول مصر، وشركة جي ال سي للدهانات، وشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. يعني يا ربنا يكتر من روعتنا. والحقيقة خلينا نقول إنه أي شركة تتمنى إنها تكون راعي للأهلي بكل تأكيد. تاني خبر معانا بقى هو تعادل الأهلي مع فريق سان داونز بنتيجة 2-2 في اللقاء اللي جمع ما بين الفريقين امبارح على ملعب السلام في منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، علشان ياخد الأهلي نقطة واحدة من المباراة، وفي انتظار إن شاء الله المباراة الجاية يوم السبت الجاي مع القطن الكاميروني. يعني عايزين نقول يا هند ان فعلا زي ما انت قلتي لسه الامل ما انتهاش، لازم نكسب المباريات اللي جايه، ما فيش مفر من الفوز باذن الله. نروح بقى لفوز الفريق الاول لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي على فريق الوكره القطري في اللقاء اللي جمع ما بين الفريقين امبارح ضمن منافسات البطوله العربيه للانديه، واتلعبت المباراه على صاله استاد القاهره الدولي، وقدم فيها رجال الاهلي اداء قوي جدا خلاهم يحسموا الماتش بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط واحد علشان يحققوا فوزهم الخامس في البطولة. من الفرق المحلية لمنتخب مصر للشباب اللي للأسف خسر امبارح خسارة سيئة ومهينة من منتخب السنغال بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعت بين المنتخبين باستاد القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية المؤهلة، واللي بتحتضنها مصر. وخلينا نقول انه بالنتيجة دي بيتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة، علشان يخرج ويودع البطولة رسميا بعد تعادله في مباراة والخسارة في 2 تانيين. هارد لك للاعبتنا الشباب، وأعتقد أن الموضوع لازم يكون فيه وقفة، يعني ما بقاش مجرد خروج من بطولة والسلام، لازم نعرف التقصير فين. الدول كلها حوالينا بيبنوا منتخبات كويسة جدا ولعيبة على أعلى مستوى، إحنا فين؟ واضح ان احنا بعيد قوي ولازم يكون في حل. للاسف خلصت اخبارنا، خلونا نروح للجزء الثاني من فقرتنا وهو تعليق في صورة. بعيدا عن اللي بيحصل في الكره المصريه، الصوره اللي معانا النهارده هي صوره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال 38 سنه واللي بيواصل تالقه في الدوري السعودي للمحترفين، واللي سجل امبارح هاتريك جديد قاد به فريقه للفوز على مضيفهم فريق الضمك بنتيجه 3-0 في المرحله ال 18 من البطوله، علشان يقدم رونالدو مستوى رائع مع نادي الجديد ويرجع يتحول لماكينه اهداف من تاني رغم سنه الكبير. اللعيبه اللي زي كريستيانو ما بيعرفوش يعني ايه سن، يعني احنا بنقول ان السن لا يرحم، في حاله كريستيانو ممكن نقول كريستيانو هو اللي لا يرحم. الراجل ما شاء الله الاسبوع اللي فات مسجل سوبر هاتريك في مباراه واحده واربع مباريات بس، وصل رصيده ل8 أهداف، ووصل لانه يبقى رابع الهدافين في الدوري السعودي. يعني انه يكون الهداف بقى مجرد مساله وقت، وده يخلينا نقول ان اوروبا هي اللي خسرت كريستيانو رونالدو، مش هو اللي خسر. والسعوديه طبعا ونادي النصر كسبوا لاعب كبير اكيد هيرجعهم للبطولات من تاني، زي ما احنا شايفين كده هم متصدرين جدول الدوري حاليا، بنتمنى له كل التوفيق، ومهما كان هيفضل اعظم لاعب في تاريخ كره القدم. خلصت فقرتنا الاولى، هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا الثانيه.
رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقراتنا المنوره. من كام يوم خرج شاب مصري كتب بوست على فيسبوك لف السوشيال ميديا كلها. البوست ده كان عباره عن فكره جميله ومبتكره عن تجديد زي طاقم الطيران المصري، وانه يبقى على الطراز الفرعوني. والحقيقه ان تصميماته اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض كانت في غايه الجمال، وبتدل على هويتنا المصريه والفرعونيه. والحقيقه الفكره دي عجبت ناس كتير لدرجه ان الكل عمل لها شير والكل اتكلم عنها، وبقينا في انتظار حد من المسؤولين يخرج ويتكلم عن امكانيه تنفيذها على ارض الواقع. واعتقد ان ده حقيقي شيء يدعو للفخر، اننا عندنا شباب بيفكر بيبتكر بيخلونا نشوف مبادرات جديده ومختلفه علشان نتطور ونتقدم، ويساعدوا ويساهموا في نشر الثقافه والحضاره وتطوير اليات العمل والسياحه وغيرهم. وزي ما بنقول كده يا اميره دايما، الشباب هم المستقبل. بالظبط يا هنوده، يعني الشباب هم المستقبل، وعشان نخرج افكار جديده ومبتكره لازم نسمعهم ونديهم الفرصه. يعني مثلا فكره ملابس مضيفات الطيران دي بجد فكره هايله، فكره بمليون جنيه. اولا عفوا، لانها هتفيد جدا في الترويج السياحي لينا بشكل كبير جدا، هتخلي مضيفين الطيار على خطوطنا مميزين جدا عن اي طاقم طيران في العالم. الموضوع هيكون عباره عن اجمل دعايه لينا ولحضارتنا. ثانيا بقى، ازاي ده بيعبر عننا وعن الهويه المصريه، والهويه مش مجرد كلام، مهم جدا نبقى فاهمين يعني ايه تاريخ ويعني ايه حضارتنا، واللي مش موجود غير عندنا احنا وبس، الحضاره بتاعتنا احنا وبس، فلازم نعرف ازاي نستغلها لمصلحتنا في كل حاجه. المهندس الشاب اللي عمل المبادره دي حاول انه يجمع ما بين التاريخ والعصر الحديث اللي عايشين فيه، لان الطريقه دي هي اللي هتواكب فكر الشباب والاطفال الجديد. يعني احنا لو جينا سالنا طفل دلوقتي تعرف ايه عن القدماء المصريين، او قعدنا نحشي له معلومات كتير كده من غير ما نحببه فيها، مش هيهتم ولا هيحب اصلا يسمع. لكن كل ما نوريه تاريخنا وحضارتنا بشكل جديد وحلو ومبهر زي ده، هينبهر وهيحب وهيقعد يدور، وهيبقى هو عايز من نفسه يدور على التاريخ ويفهم أكتر. صح، ويمكن زي ما قلت يا أميرة ده كله ترويج للسياحة، وأعتقد دي كانت فكرته الأساسية، إنه السياح لما يدخلوا المطار أو لما يسافروا على الطيران المصري في بلاد العالم، الكل يلاقوا الطيارة عليها تصميم فرعوني، كمان طاقم الطيران كله مضيفين ومضيفات لابسين زي ده. المنظر ده الحقيقة إنه هيبقى ملفت للنظر جدا، وهيبقى عندهم فضول أكتر يعرفوا عن تاريخ بلدنا وأصل النقوش والتصاميم ده إيه. وزي ما شفنا لما عملنا موكب المومياوات من سنتين، كان حدث العالم كله اتفرج عليه، والعائد كان كبير جدا، كان كبير جدا، مش بس ماديا، خلينا نقول تسويقيا لمصر. وأكيد محتاجين نعمل ده كتير الفترة الجاية. بالظبط، علشان بجد، عشان بمناسبه اهميه الفكره دي، كان لازم النهارده يكون معانا صاحب الفكره الجميله دي، المهندس الشاب ومصمم الازياء ايهاب احمد توفيق، صاحب فكره تجديد زي الطيران بالطابع الفرعوني، عشان يقول لنا الفكره جات له ازاي وازاي بجد نقدر ننفذها. عايزين نرحب بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. اهلا بيك، واخبارك عاملين ايه؟ ازاي حضرتك، منورنا. الحمد لله، بنورك وتسلموا. عرفنا بيك اكتر باشمهندس وبالفكره العظيمه دي. انا اسمي ايهاب احمد عصمت، تمام، مهندس معماري خريج كليه هندسه، قسم الهندسه المعماريه طبعا. انا عاده التصميم بحبه، يعني شغل التصميم عموما اساسي عندنا في اي فكره، في اي حاجه احنا عايزين نعملها، سواء فيلل او اي مكان بنشتغل عليه التصميم، دي مرحله مهمه عندنا. فكان عندي فكره ان انا اخلط الستايل الفرعوني مع الصوت. يا باشمهندس بعد اذنك. حاولت ان انا اخلطها مع حساسين الفرح بشكل عصري، بحيث ان يبقى الناس متقبلاها والفكره تتنفذ في الوقت الحالي. فحاولت ان انا ادخل نقوشات بسيطه، يعني ما يبقاش الموضوع يعني ديتيلز كتير، بس شويه نقوشات بسيطه لمسات خفيفه، ويطلع الموضوع شكله حلو. اول ما نزلت الفكره دي على السوشيال ميديا، المتابعين شافوها واصدقائي شافوها، شجعوني وعجبهم الفكره، وطلبوا فساتين ثانيه والوان ثانيه. فبدات ادخل مثلا على فساتين بالوان مختلفه، تبقى سهرات مناسبات. برضو الفكره انتشرت وعجبت الناس، ففكرت ان طيب ما دام الموضوع يعني محقق نجاح كده، استغله في حاجه تنفعنا وتروج للسياحه بتاعتنا بشكل اكبر. فعملت الموضوع ده على زي المضيفين،
ويعني مضيفين الطيران سواء رجاله او ستات. بدات الاول بالستات وبعد كده عملته على الرجاله. طبعا المضيفين الفكره فيهم في ايه؟ ان انا من يعني عشان بسافر فبقعد في المطار براقب شويه حركه الناس، بشوف يعني طبيعه شغلي يعني ان انا اعرف المكان اللي انا فيه بيحصل فيه ايه. كان عندي دايما ان الناس اول ما بيشوفوا طقم الضيافه الجويه سواء المضيفين او القبطان بيعدوا، الشكل بتاع الكرو نفسه وهو ماشي ده ملفت للنظر. دي حقيقة. فكل الناس لفت ليه؟ يعني طبيعي لا اراديا بلاقي مضيفين معديين او اي حاجه لازم هبص اشوف الناس دي يعني شكلها كويس شكلها حلو، فبياخدوا العين. ففكرت ان انا ادخل النقشات بتاعتنا في زيهم، لان هم اصلا بيبقى متسلط عليهم النظر لوحدهم من غير اي مجهود، يعني وكانهم لوحات اعلانات ماشيه على الارض. لما عملت الفكره دي ونشرتها على السوشيال ميديا لقيت الناس يعني اعجبت بيها جدا وحسوا ان فعلا ممكن تبقى الموضوع ناجح، خصوصا ان هم بيسافروا يعني بينزلوا تقريبا معظم المطارات، فاحنا مش محتاجين نعمل دعايه مدفوعه، فهم اساسا هم بيسافروا طبيعه شغلهم بتحتم عليهم وجودهم في المطارات، فكده احنا بنستفيد منهم من غير ما ندفع حاجه زياده كاعلانات. حلو قوي. انت احمد ايهاب انا اسفه، انت تواصلت مع شركه مصر للطيران مظبوط؟ انا بعت لهم ايميل وفي انتظار ان شاء الله ان هم يردوا عليا. حلو قوي. مين بقى من الفنانين والشخصيات العامه اللي تواصلوا معاك وشجعوك على الفكره؟ هو كان في من الفنانه سماح انور كانت نشرت الفكره عجبتها جدا، والاستاذ خيري رمضان برضو كان كلمني على الموضوع وعجبه. فالحمد لله يعني انا شايف ان الصدى بتاع الموضوع نجح، يعني حتى على السوشيال ميديا لو هتلاحظوا دلوقتي هتلاقوا الفكره بدات تنتشر. في ناس بدات تعمل افكار تانية بنفس يعني في نفس الكونسبت ده، بس الحمد لله يعني الموضوع محقق نجاح. اوكي. طب باشمهندس بما انك كنت عايش في الكويت وبتقابل ثقافات وجنسيات مختلفه، وصل لك احساس ان هم لسه ما عندهمش فكره عن تاريخ مصر؟ في ناس مش متابعه التاريخ عموما يعني بس عاده مش في البلدان العربيه اكتر منها بره، يعني يمكن بالزبط. البلدان العربيه عشان في مصر اهميتها ودايما محطه انظار، فالبلدان العربيه عارفانا خلاص، بس احنا بالنسبه للسياح الاجانب هي دي النقطه اللي احنا بنوصل لهم ثقافتنا، خصوصا اللي هو الجيل اللي لسه طالع. حلو قوي. باشمهندس انت استخدمت في التصميمات دي الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي قالب الدنيا وبالذات على السوشيال ميديا في ناس مش فاهماه قوي، اشرح لنا اكتر عن تصميم الازياء بالذكاء الاصطناعي، في ناس مرعوبه من الذكاء الاصطناعي خايفين منه وفي ناس متفائله بيه، فاشرح لنا وقول لنا كمان بتستخدمه ازاي في التصميم. تمام. هو الذكاء الاصطناعي عموما دلوقتي دخل في مجالات كتير، فهو بقى واقع يعني ان كان في ناس بتهاجمه مثلا ان هو هيلغي دور الانسان، هو ما بيلغيش دور الانسان. احنا بنوصل له الفكره او بنطرح فكره على الذكاء الاصطناعي بطريقه كتابه معينه، بندخل مدخلات معينه ونبدا ندعم الفكره دي، ممكن بصور بسكتشات بالايد بتفاصيل معينه ومصطلحات، وندخل كل التفاصيل اللي احنا طالبينها سواء بقى مثلا عدسه التصوير ايه، متصور بكاميرا ايه، اي تفصيله ممكن ادخلها ممكن تفيدني في الشكل اللي انا باخده من الذكاء الاصطناعي. طبعا هو دخل في كل المجالات، يعني مش بس الفاشن ديزاينر او الشغل الستايل بتاع الازياء والحاجات دي، لا ده هو حتى في العماره بيفيدنا، يعني حتى احنا في شغلنا انا بقدر ادخله مثلا ارقام دهانات معينه واقول له انا عايز الحيطه دي مدهونه باللون ده، عايز الستايل مثلا يبقى نيو كلاسيك كلاسيك على الحيطه دي، ادخل له الاساس نفسه، انا ممكن اصور صوره صاله مثلا فاضيه وادخلها مع شويه اساس واقول له اديني زي كونسبت توزيع الاساس في الفراغ ده عامل ازاي. فاحنا ممكن نستفيده جدا، وانا يعني نستفيد من الذكاء الاصطناعي جدا، وانا شايف ان الافضل ان احنا نبدا نواجبه ونتطور معاه، لان هو بيتطور بسرعه كبيره، ولو احنا قعدنا نهاجمه يعني في ناس بتفضل تهاجمه الذكاء الاصطناعي ومش هشتغل بيه وبتاع، احنا مش هنلحق التطور ده، ان احنا لازم نواجبه لان هو فعلا بيتطور بخطوات سريعه جدا. فاهمه قصدك. طيب انا عايز اعرف منك يا باشمهندس ازاي نقدر نستفيد بقى من الذكاء الاصطناعي ده في الترويج للسياحه لمصر، ازاي من وجهه نظرك؟ انا كنت نزلت من فتره قريبه، يعني نزلت اكتر من حاجه معموله كستايل فرعوني، مش بس يعني مش بس اللي هو الفساتين والملابس، لا ده حتى ممكن اعملها في شنط في احذيه في اكسسوارات، كميه مجالات نقدر نعملها فيه، حتى مثلا لو فرضا الفنادق في الاقصر واسوان ممكن تشتغل على الموضوع ده في انها تعمل كروت مثلا رحلات، اي حاجه قابله للتصميم الذكاء الاصطناعي بيقدر يدخل فيها ويدينا تطوير للافكار، هو خلى ما بقاش فيه خيال للمصمم، يعني هو خلى الموضوع ما فيش ليميت، انا شغال بصمم حاجه والحدود واسعه بقى خلاص، لان هو اي حاجه انا هتخيلها واكتبها هيبدا يحاول يطلعها لي بشكل صوره. حلو قوي. انا عايز اعرف بقى منك احنا
بعيدا عن زي المضيفات او زي طاقم الطيران، شايف ايه الحاجات التانية اللي ممكن نعملها علشان نروج للسياحة بشكل اكبر في مصر؟ والله انا شايف ان احنا ممكن نستغل اي مناسبات عندنا عموما، تمام، يعني اي مناسبه بتحصل عندنا ممكن ما دام الدنيا مثلا مسلط عليها الضوء، بعيدا بقى عن ان احنا نروج بازياء فرعونيه او حاجه، لا يبقى في زي تعريف دايما في اي مناسبه في اي لقاء، نبدا دايما يبقى في تعريف عن الحضاره الفرعونيه، عن زي يعني فقره بسيطه، احنا بنحط فقرات مثلا اغاني وفقرات استعراضيه وكل، نقدر دايما نحط فقره تعرف عن تاريخنا احنا كحاجة بسيطة يعني، بس في النص كده ان احنا نحطها للناس، الناس تتعرف علينا اكتر ونستفيد من اي ايفنت احنا عاملينه عندنا في ارض مصر. حلو قوي باشمهندس، بنشكرك شكرا جزيلا، انت نورتنا، وطبعا بنحييك على الفكره الهايله والعظيمه اللي انت قلتها، فكره حلوه قوي 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 قوي. انا كمان شفت على السوشيال ميديا كمان الطيارات، طياره مصر، الطيران أيوة نفسها الفرعوني عليها خطير، انا حلوه الفساتين. ايوه كان عامل صور حلوه قوي للفساتين، سواري وايفنج وحاجات كده، كانت لذيذه ان شاء الله ربنا يوفق الفكره تتنفذ، وهي فكره فعلا حلوه فعلا. واحنا اعتقد انه الفتره الجايه مهم جدا ان احنا نرجع نهتم تاني بموضوع السياحه. انت برضو خلي بالك، انت لما بتركبي برضو الطياره بتلاقي فيه برضو بيبقى في فيديو تعريفي كده، ايوه، في حاجه بسيطه من الفراعنه، صح، فبيبقى حلو قوي، الواحد بيبقى فخور كده، فلما ده بالظبط، فلا ان شاء الله يتم بشكل احسن من كده ان شاء الله. اعتقد هنطلع فاصل، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، واستنونا. ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استوديو الحريف. خلونا في بداية حلقتنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن الكرة المصرية واليوم الصعب اللي حصل امبارح على المنتخب والأندية. احنا دلوقتي جايبين معانا الناقد صديق البرنامج أسر حسين علشان يتكلم معانا عن ليلة امبارح، مباراة الأهلي وسان داونز، هزيمة منتخب مصر مع السنغال، وكمان لقاء الأهلي والداخلية في بطولة الدوري. هنتكلم في كل حاجة ونشوف التفاصيل ونشوف ايه المشاكل وان شاء الله كمان ايه الحلول. أسر اهلا بيكم، نورنا. ازيك يا أميرة، انا مبسوط اني معاك دايما انت وهند، ومبسوط ان انا صديق البرنامج. مبروك على الأغنية الحلوة. الله يخليك، الحمد لله على سلامة هند. الله يسلمك. الله يسلمك. نتكلم، نبتدي كده، للأسف مش للاسف قوي يعني، اللي حصل المواجهه امبارح بتاعه الاهلي وسان داونز والتعادل اللي طلعنا بيه، شفت المباراه ازاي او يعني عنونها لنا كده وادينا ملخص. يوم سيء طبعا على الكره المصريه زي ما انت قلتي، ودايما متعودين اللي بيبيض وجه الكره المصريه والنادي الاهلي. الاهلي ما تهزمش طبعا، تعادل، لكن بالنسبه في اعين جماهير النادي الاهلي وبالنسبه لنقط المجموعه بعتقد انه لا يعني كان النتيجه المفروض تكون افضل من كده. نعانون المباراه بانه كان في الامكان اكثر، يعني اكثر بكثير مما كان، لانه المباراه كانت في ايدك وجات لك كذا مره. بعتقد انه مستر كولر اللي انا باكد للمره مليون انه رايي ما تهزش او تغير، انه احسن صفقه قامت بيها اداره النادي الاهلي، ولكن واضح انه لسه ما دخلش اجواء بطولة الافريقيه. في النتيجتين، الخساره امام الهلال وكمان التعادل امام سان داونز، بعتقد محتاج يعرف كره افريقيه اكتر، محتاج انه طبعا الجهاز المعاون يساعده في قصه قرايه المنافسين، وان افريقيا بتلعب بطريقه تانية. اختيار حتى تشكيل ما كانش موفق قوي في مستر كولر امبارح. احنا كمان النادي الاهلي، انت بتلعب مع موكوينا، هو مدير فني لسان داونز، امتداد لسلسله من مديرين فنيين جوه النادي بيبدلوا، هم كلهم اشتغلوا جوه النادي وكانوا مدربين مساعدين، فبالتالي سان داونز عمليه التالف في اللعيبه ما بتحتاجش، ما بيجيبش مدرب من بره، فبالتالي من موسيماني للمدرب اللي بعده المكوينة سلسله من مدربين كانوا في الفرقه فعرفوا الفرقه كويس. فالصوره اللي ظهر بيها سان داونز من انتشار الجيد ومن التمارس جدا من اللعيبه ان هم حافظين اماكن بعض، دي ليها انعكاسها. النادي الاهلي على الناحيه الثانيه رغم انه بيلعب مع اقوى فريق بعتقد في البطوله الافريقيه حاليا سان داونز، هو اكتر فريق مميز وافضل نسخه لسان داونز يمكن 2016، لكن النادي الاهلي في اول، لو ناخد بالنا في اول الشوط الاولاني، سبع مرات استغل الضغط العالي وقطع الكره سبع مرات في منطقه 18 بتاعه المنافس ما استغلهاش. نرجع تاني لازمه اللي حصل في كاس العالم انديه، مشكله قتل الفرص. لازم لما الكره تجيلي في ماتشات زي دي اكون لازم اخلص الماتش، مفيش هزار. بعتقد كمان انه يعني نقطه مضيئه هي تالق مروان عطيه، لكن هي مضيئه وشويه سلبيه في حته برضه اختيار تشكيل مستر كولر، لانه كان بيقوم بادوار الثلاث لعيبه في وسط الملعب.
ديانج طبعا ركيزه مهمه جدا، لكن مروان عطيه كان بيغطي كل مساحات وسط الملعب لوحده، ده ارهق لعيب جدا، تالق طبعا لكن ارهقه، كان بيغطي كمان الجزء الفراغ اللي كان سايبه مثلا قفشه في الثلث الاخير. فبالتالي بعتقد انه الرجوع لثلاثه في نص ملعب مهم جدا، خاصه ان انت عندك الاوراق. مستر كولر تصدر الدوري وشارف كاس عالم انديه ووصل لمباراه نصف نهائي كاس عالم انديه بالسكواد الموجود وبدون يعني تدعيمات رهيبه. الاداره وفرت تدعيمات في حدود، في اضيق الحدود في سوق الانتقالات الشتوي. اي ورقه عندك انت فمثل حاجه نستخدمها. فبالتالي استبعاد شادي حسين بشوفه غريب، عدم نزول القندوسي بشوفه غريب جدا. مستر كولر انت اوريدي بتتكلم امبارح على حمدي فتحي طبعا هو مرهق، هو بيتكلم ان الفريق مرهق، وانت لعبت في كاس العالم نفتكر هند واميره اربع مباريات في 10 ايام. فبالتالي انت مش بس مساله التدوير، انت محتاج كل العناصر. وبعدين برضو فكره لازم الناس تعرف انه انا ممكن اغير في الثلث الاخير بتاعي او في الثلاثي الهجومي، لكن لما اوصل للتجانس او الهارموني وتبقى العجله دارت او اللعيبه فهمت بعض وبسجل ما غيرش ده. انت في ماتش اسوان كهربا رجله في الملعب وبيسجل واتظبط التجانس بتاع ان حسين ناحيه اليمين وان عبد القادر ناحيه الشمال وان قفشه تحتيهم، وكانت من افضل مباريات قفشه من فتره بعيده، وصالح فيها الجمهور وراح واحتفل بده وسجل. فبالتالي انت لما تغير، احنا في اول نص ساعه قاعدين بنتفرج على الماتش امبارح حاسين انه الرباعي الهجومي الاهلي كان اول مره يلعب مع بعضه، مفيش تجانس خالص. فبالتالي بيرستاو كان ممكن يبقى ورقه افضل، البيد بقفشه كان ممكن يبقى ورقه افضل. بعتقد الامور حتى مستر كولر اعتقد هيراجع نفسه جدا في عمليه بدء التشكيل بصنع العاب من اول مباراه. الاهلي بيخسر لعيب في وسط الملعب في الثلث الاخير، الفجوه اللي كانت بين نص الملعب والثلث الاخير عند المنافس فضلت على مدار ال 90 دقيقه. وبعتقد انه كان في سلاحين مهمين جدا امبارح، انه النادي الاهلي رغم انه ممكن يكون بيلعب قدام اصطدم باكتر فريق منظم في البطوله، لكن بعد ما سجلت التعادل وهي كوره يعني تمبلت او نموذج من مدرسه يعني منعم كمان بيسجلها في اوقات حاسمه، افتكر انه كان ماتش صعود في قبل نهائي ماتش رجاء السنه اللي فاتت سجلها بالراس، فكوره معلول ومنعم دي محفوظه حطها حلو جدا. بعد كده طلعت بقى ظهرت مع السلاح الاهم للنادي الاهلي هو وجود جمهوره اللي كان بيهتف طول ال 90 دقيقه او مد بيروح للعيبه، التفاعل بتاع الجمهور، رجعت الشخصيه البطله بتاعتك وسجلت الهدف الثاني. لكن مستر كولر برضه فضل بنفس التشكيله، وسط ملعب كان متفرغ، معلول ومحمد هاني بيضموا على نص الملعب عشان يغطوا. فبالتالي اتكررت لعبه سان داونز وما فطنش ليها او جهاز فني للاهلي انه تعمل اوفرلود ناحيه الشمال وتفرغ المساحه اللي ورا معلول اللي هي بتاعت بيتر شلولي اللي سجل منها الهدف، وبعد كده جه الهدف الثاني. طبعا الجون الثاني فيه لك كبير قوي لفريق سان داونز ودربكه، لكن الدربكه في النهايه برضه هتقول وجت في العارضه وتردت ومنعم وقع، لكن ايه اللي وصل الفريق عند ال 18 ان انت رغم الهدف ما عدلتش فيه امورك الفنيه. طبعا يمكن اخر تغييرين مش هتكلم عنهم اللي كانوا اضطرارين، وعرفنا تاكد للاسف غياب الشحات وغياب وغياب منعم. فبالتالي التغييرين الاخرين كانوا تغييرات اضطراريه لاصابه اللعيبه، رغم ان حسين شحات كان كل الناس قاعده مستغربه انه افضل واحد في اللقاء ازاي يخرج، لكن واضح انه كان اتحامل على نفسه انه وقع شويه وبعدين حاول انه يكمل اللقاء. لكن فبعتقد انه الاهم دلوقتي نظرة لقدام، ناس يمكن في كان نبرة تشاؤم، لكن بالعكس الأهلي هو الأهلي، لكن في النهاية في شعراية بين الدعم وبين الطبطبة. احنا بنقول انه لا نفوق، في عندنا 12 نقطة في الملعب بتوعك على الأقل، الناس بتقول 8 لا أنا نادي الأهلي أنا عايز 10 نقاط منهم، أنا عايز مباراتين القطن هنا وهناك يا أميرة وهند لازم أخدهم، عايز مباراة الهلال في القاهرة أحسمها، وقال أضعف الإيمان إن أخد نقطة من بريتوريا زي ما سان داونز بالعافيه اخذ نقطه مني في القاهره. ماتش سان داونز انا كمان شفته كان اصعب من ماتش ريال مدريد، يعني المعاناه اللي اللعيبه عانتها امبارح في الملعب كانت اقوى من ريال مدريد بالكثير، ودي حاجه يمكن ناس كتير قوي استغربتها ان انت قدام ريال مدريد كنت بتلعب احسن من كده بكثير. خلينا نروح للماتشات اللي جايه، انت بتقول انا محتاج اكسب كل اللي جاي. طبعا هل انت شايف الاهلي قادر على ده في ظل تلاحم مباريات وزحمه وبطوله الدوري والكاس وكذا، انت شايف انه ده ممكن يحصل؟ سؤال ذكي جدا. الناس امبارح كمان سالت نفسها هند واميره انه طيب هل بالبدايه في ان انت حققت نقطه واحده بس في مباراتين، هل قوام النادي الاهلي رغم التدعيمات قادر على انه يسترجع بطوله افريقيا السنه دي؟ انا بعتقد انه قادر، لكن السؤال او معيار ده او الاجابه على ده ان مستر كولر عارفين ان انت لسه في لعيبه في دماغك محتاجها، لكن كل الاوراق اللي عندك استخدمها. عوده كريستو من مشاركته مع منتخبه الشباب في البطوله لازم يرجع بالظبط، قندوسي لازم يلعب، محمد شريف لو هيشارك شارك مركزه، ما جيش الاقيه وانا محتاج ان انا اجيب جون بيلعب جناح ايسر. فبالتالي كل ورقه انت محتاجها مستر كولر كمان بيعمل تدوير كتير جدا، بعتقد التدوير يكون في اضيق الحدود وباستخدام كل اللعيبه الممكنه.
قادر يا هند، لكن باستخدام كل الاوراق. قندوسي لازم يشارك، كهربا لازم يشارك، اللعيبه اللي رجليها في الملعب وبتسجل لازم استغلها. اللي جاي بعتقد مباراه القطن اهم مباراه دلوقتي حاليا، ان انا اخد الثلاث نقط اللي جايين. مباراه يمكن يوم 4 مارس بعد ايام قليله من دلوقتي. كمان انه تاكد غياب لعيبه مهمه، يمكن منظومه الدفاعيه بيفضل، شفنا كولر بيفضل انه يبقى الثنائي دايما منعم ومتولي، الاثنين هيغيبوا. فلازم مباراه الداخليه اللي عندنا يوم الثلاث لازم يكون بجهز الاثنين اللي هيلعبوا اساسي يوم ماتش القطن، هم ياسر ورامي. بعتقد مفيش خلاف ان دول هيلعبوا، الا لو كان عنده راي ثاني باستخدام مثلا خالد اللي جرب قبل كده يلعب في مركز مساك، خالد فتاح، عشان استخدام سرعاته وطوله واجادته المباراه دي في مباراه طبعا القمه اللي كانت امام الزمالك. حلو قوي. طيب انت دلوقتي امبارح انت بتلعب ماتش صعب جدا، وبتلعب على ارضك في وسط جمهورك، وما قدرتش تحقق غير نقطه واحده. شايف ان احنا فعلا هنقدر نعمل ده في الماتش اللي هنلعبه هناك في بلدهم؟ في بريتوريا. وحاجه تانية برضو، احنا دايما هو الاهلي تقريبا متعود على السيناريو ده، فانا مش عايزه اتشائم، احنا بنوصل للسيناريو ده دايما وبنوصل ان شاء الله. فايه اللي ممكن نعمله بجد علشان نعدي بقى الازمه دي وناخد النقطه اللي احنا عايزينها؟ اخر جزء في سؤالك حقيقي جدا، انه السنتين اللي فاتوا كان طبعا صن داونز مكتوب عليك، يعني في جواز كاسوليكي كده مكتوب عليك بقاله 5 سنين، لكن كان دايما فعلا بتبقى البدايه اما بتعادل او بخساره في المجموعه، وبتنتهي ان النادي الاهلي فيه بخبراته وتمرسه في الفاينل او بيلعب النهائي. بنتمنى ان ده السيناريو اللي يحصل. الاهلي محتاج قبل ما يبص لمباراه بريتوريا اميره، ردا على سؤالك، انه يبص في النقاط اللي جايه، بدءا من مباراه القطن في القاهره انا لازم احسمها، ومباراه القطن هناك لازم احسمها، مباراه الهلال عندك في القاهره، مباراه بريتوريا بعتقد انه هتبقى عايز تروح على المكسب، لكن تاخد نقطه منه زي ما خد نقطه منك هنا، اعتقد ده هيكون كافي، لان انت من ال 12 نقطه عايز 10 نقاط بس تصعد تاني. لو لان امبارح التعادل كمان للاسف اهدى الصداره بشكل يعني ساذج جدا لصن داونز، فبالتالي الاهلي قادر طبعا يكسب صن داونز هناك، لكن لو استخدمت الاوراق كلها. تاني الـ 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 الاهلي ما عندوش رفاهيه انه يبدا بتشكيل غلط، وكولر نفسه كلنا في ظهره وبندعمه وحاسين بانه فعلا الاهلي في مراكز مهمه جدا وجذريه في الفريق محتاجه تدعيم، لكن على الاقل يعني بنطالبه انه يستخدم كل الاوراق اللي موجوده. قندوسي لازم يشارك، انت محتاج اللعيب الثالث اللي في وسط الملعب ده اللي ما يعملكش الفراغ اللي كان موجود الشوط الاولاني بوجود قفشه. كولر رغم ادارته للمباراه بشكل كويس ساعات بيأخر التغيير جدا. امبارح جدا امبارح الجماهير كلها كانت، طب انا يعني اقول لك على حاجه، انا افتكر في ماتشات لمستر جوزيف في الدوري وكانت النتيجه 0-0، ماشي الاهلي مثلا مستقبل هدف، بعد نص ساعه عمل اول تغيير. الناس كلها اتكلمت على ده وليه بدري كده متستنى بين الشوطين، لكن بعد المباراه قال في المؤتمر الصحفي انا كنت قاصد اوصل رساله ان اللي اتكلمنا فيه في الجيم بلان او في الخطه في اوضه اللبس انتوا ما نفذتوش، في حاجه غلط. فاللعيبه نفسها ال10 لعيبه في الملعب والجون والحارس لما يحسوا انه التغيير في اول نص ساعه احنا ما نفذناش حاجه في الملعب تبدا تسترجع. فبالتالي ما فيش مشكله ابدا لو انا حسيت ان انا اوكي بدايه انه قفشه صانع اللعب واللي عنده الحلول، لا ده مش حاصل، التمريرات كلها للخلف، مش موفق في الشوط، الكور بتطلع عاليه، التصويب بتجات له كام كوره، كذا كوره على 18 التصويب بيبقى الاعلى، مش موفق الماتش ده، خلاص تمام انا بعمل تغيير على طول، لانه ما عندكش رفاهيه ده في انت راجل بتتكلم على تلاحم ماتشات، وعندك دوري انت متصدر فيه، عندك كاس الموسم الماضي لسه هتلعب النهائي بتاعه، وعندك كاس الموسم الحالي، وعندك بطوله الرابطه، وعندك مشوار وفي كلام عن بطوله عربيه، فبالتالي انت عندك زحمه كبيره جدا ومضطر تكمل بالسكواد الحالي اللي كلنا ثقه فيه طبعا، لكن ايا كان راي كولر انه مين اللي هيكمل، استخدم كل الاوراق، يعني شادي ايا كان انت مقتنع بيه او لا، الاوراق اللي لعبت فيها وضامنها خش بيها. انا لما اطلع فيرود يا اميره وهند انا محتاجه، يعني حتى لو هياخد جزء من المباراه، انا بس ببص امبارح على الاوراق اللي عندك، في حاجات كانت يعني لاسباب فنيه، طب الناس دي انا محتاجها، انا محتاج كله يكون داخل، بالذات الاوراق الهجوميه او اكتر مركز، يعني يمكن اكتر حاجه عمل فيها تغيير مستر كولر الثلاثه اللي قدام اللي ما فيش عليهم ثبات فعلي لحد دلوقتي. قبل ما نروح بقى للاهلي في الدوري، عايزين نتكلم عن منتخب مصر الشباب والخساره المهينه اللي حصلت، 3 ماتشات ما عرفوش يكسبوا ماتش واحد، ما فيش جون واحد. عايزك تكلمني عن يعني اسباب خساره منتخب مصر الشباب وخروجه من البطوله بالشكل ده. بص يا هند اقول لك رايي غريب شويه، انا حقيقة ما كنتش متفاجئ خالص، يعني يمكن صدمه بس انت تشوف على على على, على البورد او على اللوحه علم مصر قصاد علم ثاني ايا كان البلد مين، وان 0 هنا و4 هنا، دي مؤلمه. لكن انا ما كنتش متفاجئ، حزين لكن مش متفاجئ، لانه احنا من 2015 2016 ما شاركتش تقريبا في 2-3 من البطوله دي، طلعت من الدور الاول اكتر من مره، ف
فبالتالي التجهيز للجيل ده اللي انا متاكد ان فيه عناصر كويسه جدا طبعا هو المنتخب جدا كله ما كانش مناسب جدا صح. احنا بنشوف الكلام على معسكرات في الخارج معسكرات في الداخل تجميعة لعيبه عزل اللعيبه تدريبات وبالتالي المنتج صفر انا البطوله على ارضي واسم مصر في الكره الافريقيه انت دخلت كره افريقيا اصلا يعني فان انت تبقى بطوله على ارضك وبتخسر ما بتسجلش ولا هدف مش قادر توصل على ارضك وسط جمهورك على مرمى ايا كان من ثلاث منافسين موزمبيق او السنغال او نيجيريا في ولا ماتش هند انك تسجل هدف اعتقد دي مأساة كبيره جدا الازمه فين الازمه طبعا في كل من يتولى ملف الكره من سنين بعيده جدا والازمه مش عشان تتكلم اقل حاجه اوكي تمام فعلا اضعف الايمان انه كل من هو مسؤول انه استقيل فورا دي اقل حاجه ترضي الجمهور المصري لكن مش ده الحل مش تغيير اتحادات تغيير الاساس انت في مره جربت حاجه في السنتين اللي فاتوا انك تجيب مدير فني للاتحاد لكن لما جبته ما كانش عنده اهداف معينه ما كنتش طالب منه خصائص او جوب ديسكريبشن او ايه المطلوب منه انه يعمله بالتالي محتاج مدير فني الاتحاد او شخص يدير الاتحاد بتجربه يجيب معاه خبير اجنبي يمسك الـ الاعمار السنيه من اول 18 سنين لحد 17 سنه تعد فريق مش مشكله خلاص اللي حصل حصل تعد للبطوله اللي جايه فريق شاب كان منتخب الشباب ده دايما بيطلع منه لو تفتكروا هند واميره اللعيبه اللي هي بتبقى 17 سنه وبتلعب منتخب اول بتبقى نواه المنتخب الاول النهارده المنظر اعتقد سيء جدا ورغم انه ألم الهزيمة واسم إن اسم مصر يتهان بالمنظر ده كرويا لكن أنا ما كنتش متعجب جدا إنه على مدار الماتشين اللي قبل مباراة السنغال ما شفتش ملامح إنه المنتخب ده رايح في حتة ما شفتش أي قدرة من المدير الفني إنه قادر يعمل أي حاجة أو يغير ده ما شفتش لمحة أو هجمة أو لمسة في اتنين تلاتة عندهم مهارات فردية بس فبالتالي فريق رغم كل التجميعات والمعسكرات اللي عملها ما قدمش جمله واحده بالظبط فاضي مظبوط مظبوط نروح للاهلي وبطوله الدوري والاهلي متصدر ب 40 نقطه عندنا ثلاث ماتشات مؤجله شايف المشوار بتاع الاهلي ازاي وشايف يعني نعمل ايه علشان نخطي وفي حاجه بس يعني كنت عايزه اتكلم فيها ضربه الجزاء امبارح اللي اتلعبت يعني انا عندي سؤال ليه محمد هاني تحديدا أنا يعني عدد انا ما نسيتيش النقطه دي يا اميره بعتقد انه ده برضو واحد من الحاجات ما انا بقول لك يعني جنبه صاب في حاجات كتيره امبارح يمكن مستر كولر كمان في الاختيارات بعتقد انه الناس بتتكلم وهو اتكلم حتى دايما كانت ممتازه بعد مؤتمر الصحفي امبارح شويه خانوا التعبير في ما بعد اللقاء البوست انترفيو او بعد اللقاء لانه اتكلم على انه اللعيبه بتضيع تمام ما هو في 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 البنالتي كيكر الاول او اللي بياخد المصاب ضربات جزاء في الفرق الكبيره زي النادي الاهلي بيبقى خلاص محطوط ترتيب الاول الثاني حتى لما بيضيع بياخد ثقه في المباراه اللي بعدها بنزيما بيضيع ضربات الجزاء كان بيلعب اللي بعدها عادي جدا معلول ضيع في مره او في ماتش حاسم مش هشيله خالص من الحسبه بالظبط نفس الكلام بعدين طب هتتكلم طب هو قال انه هاني وقفشه والكلام وان قفشه ضيع وان معلول ضيع تمام في لعيب اسمه محمد منعم شخصيته تسمح له حتى في ادائه في المباراه انه يلعب ضربه الجزاء اقول لك بقى حاجه غريبه جدا ياسر ابراهيم كان يلعبها ياسر ابراهيم كان المصوب الاول ايام ما كان في سموحه يعني كان في عندك حل محمد هاني لعيب كبير جدا وبيشهد اعلى مراحل تالقه دي حقيقه لكن ال ال ضربه الجزاء بالذات يا اميره وهند شخصيه اللاعب هو بيحط الكره انت احنا كل الناس اتفرجت عارفه انها تضيع محمد هاني داخل مش مهيئ نفسيا انه هيحطها فبالتالي انت ليه حطيت العبء النفسي ده عليه وبالتالي انت خسرت فرصه انك تحول المباراه في في تحولين في المباراه ضربه الجزاء وتصدي الشناوي الرائع طبعا اللي كان هيوسع النتيجه للمنافس فبالتالي دي الحاجات اللي بقول لك عليها اللي كان لازم يعني ما ينفعش فيها يبقى في التساهل في الاختيار ضربه جزاء هيلعبها فلان وتحسب ده مش ماتش تجربه ابدا 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 يعني يعني ماتشات افريقيا خاصه وانت خسران الماتش الاولاني انت بتجمع نقاط فبالتالي بعتقد انه درس مهم جدا للعيبه مستر كولر قبلهم انه التغيير في اضيق الحدود الثبات على ثلاثي هجومي قادر يقود الفريق مساله وسط الملعب والفراغ اللي اتساب وشفنا المساحات الخاليه دي ضروره العوده لثلاثي في وسط الملعب ضروره مشاركه القندوسي حل مهم قوي هيفرق مع الاهلي ومع فكر كولر نفسه اللي كنا بنشوفه بيلعب بحمدي فتحي بيلعب ادوار هجوميه انت جاي لك بقى اللي بيعمل اعلى لعيب في الدوري الجزائري كان بيعمل التيرن اوفر او سويتش ده اللي بيلف بوشه ويسحب معاه خط الدفاع الثاني من الفرق الثانيه فبالتالي انت محتاجه بالظبط احنا هنكمل معاك يا اسر ونخش على الدوري ونكمل كل المشاكل اللي عندنا دلوقتي بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم استنونا رجعنا لكم لسه مكملين حلقتنا مع ضيفنا العزيز اسر حسين اسر عايزين بقى نروح لمشوار الاهلي في الدوري احنا عندنا ماتش مع الداخليه وماتش مش سهل اكيد عايزك تكلمني عن الماتش ده وشايف الدنيا كده هتمشي ازاي في الدوري
يمكن ماتش مهم جدا يا هند عشان النادي الاهلي محتاج بقى بعد المحك الافريقي انه يفرق بكتير قوي في الدوري ويحسم البطوله دي. ده نفسيا هيريح اللعيبه جدا في منافسات البطوله الافريقيه. احنا 40 نقطه دلوقتي، لعب 3 مباريات اقل من المنافسين، فبالتالي عندك فرصه لو كسبت المؤجلات انك تبتعد بالدوري وتطير بيه بفرق 11 نقطه كاملين. ماتش الداخليه مهم لاسباب كتيره جدا، محتاج انك تطلع من الحاله النفسيه بفوز مهم في الدوري، تامن بيه بطوله الدوري اللي يعني اللعيبه تحس انها البطوله هتعود وهتسترجعها بعد غياب موسمين عن الاحضان الجزيره. الحاجه الثانيه انه بعتقد انها بروفه مهمه جدا لمباراه القطن، مباراه القطن في الاغلب مع فوارق الامكانيات مباراه برضه اعتقد فريق القطن هيدافع. ده نفس طريقه لعب كابتن علي عبد العال اللي تولى مسؤوليه بعد كابتن رضا شحاته بعد الخساره من الاسماعيلي. فبالتالي دايما بيلعب معاك كابتن علي عبد العال الجيم ده، بيعمل جيم مقفول. مهم جدا انك تجرب ثنائي الدفاع اللي اتكلمنا عليه، بما ان منعم ومتولي للاسف هيغيبوا عن المباريات القادمه لحد مباراه القطن، فبالتالي مهم انك سواء هتجرب رامي وياسر او رامي وخالد او ياسر وخالد، فبعتقد ده مهم جدا. رجوع كهربا للتشكيله الاساسيه مهم جدا، مهم انك تلاقي لعيب رجله في الملعب بيسجل اهداف، انت محتاج اللمسه الاخيره بتفتقدها. لولا هدف حسين الشحات امبارح اللي فيه مهاره فرديه من لاعب حاسم وعنده الحلول دايما وبيخلصك ماتشات. بس هل انت شفت امبارح كهربا في الملعب كان اداؤه؟ انا شفت كهربا امبارح ما عملش حاجه عشان التايمنج برده يا هند. التايمنج انا امتى بستخدم التوقيت برده؟ التوقيت دخل الماتش كان لازم يبدا بيه. دخل الماتش اولا كمان حتى المركز، يعني كهربا يمكن شفنا انه عايز يلعبه اخر واحد او الفيرود بتاعك، لكن في وجود بيرسي تاو كان مش مفهوم قوي الادوار. لو كان بدا اعتقد كان هيأدي. لسه يعني لسه بيسجل، لسه رجله في الملعب، ما اعتقدش مش عارف لسه اذا كان عنده قدره على 90 دقيقه، لانه بدنيا كولر بيعلق على اداؤه البدني لسه لانه راجع من فتره ايقاف طويله. فبعتقد الداخليه كمان الصعبه في المباراه هيكون دوافع عاليه جدا، لانه هو لعب معاهم كابتن علي عبد العال من ساعه ما مسك، كسب مباراه وبعدين خسر من الاتحاد وخسر من اسوان، وفي المباراتين بيقدر يعني لما الفريق بيسجل بيقدر يرجع للمباراه. يمكن حتى في مباراه الاتحاد الاخيره الاتحاد سجل محمود علاء بكاو رجع بجون كريستوفر، فهو بيعرف يرجع في اللقاء. واعتقد ان حسم اللقاء من البدايه مهم جدا. يبقى عندنا تدارك ان الـ نضغط من بدري قوي قوي قوي، لان الداخليه لو المباراه راحت للشوط الثاني هيصعبها عليك وهيفضل يقفل. هم كان عندهم دوافع لان هم ابتعدوا عن المركز 16، بقوا في المركز 15، منطقه دافئه شويه بعيد عن مراكز الهبوط. فبالتالي مباراة مهمة جدا على كل النواحي، تأمن فيها الدرع، درع الدوري، تأمن فيها الفوارق بالنقاط عن المنافسين، تجرب فيها البروفة بتاعت ماتش القطن الكاميروني. حلو، غير الدفاع القوي بتاعهم وغير تديل مساحاتهم برضو عندهم سلاح قوي جدا وهو الهجمات المرتدة. طيب احنا بقى كجمهور قالي، واحنا خلي بالك ده برضو واجهناه امبارح، يعني كان كنا هنروح في كذا شوطة بسبب المرتدة. ازاي بقى لعيبة الأهلي يقدروا يتحكموا في ده؟ التشكيل ثم تشكيل ثم تشكيل. لما ابدا صح اميره، لما ابدا صح بتامين واستمرار، عربي بلعب بثلاثه واحد منهم بخصائص صانع اللعب، ده اعتقد بيفرق جدا في الاهلي. انا بريح الباكات بتاعتي، هاني بيبقى مرتاح، معلول بيبقى مرتاح، بدل ما انا امبارح كنت بتضرب عليا المرتده وانا عمال الباكات عماله اقول لها تضم لنص الملعب، ده بيرهق لعيبه جدا وبيخلق مساحات. الكره اللي بتكرمي عليها لعيبه صن داونز كلها في ظهر الباكات، لان انا وسط ملعبي انا بلعب باثنين بيضم الباكين في مساحه خاليه جدا في خلف ظهر المدافعين، فبالتالي البدء بتشكيل متوازن جدا قدام الداخليه. ثلاثي وسط الملعب، مروان طبعا ثبت مكانه في تشكيل مروان وديانجو ايا كان معاهم القندوسي او حمدي فتحي، ده مهم جدا الى ان يعود طبعا السوليه بالسلامه ان شاء الله. فبعتقد انه ده مهم جدا، انت الثلاثه قادرين يغطوا كل مساحات الملعب، بدل ما كان امبارح عندك مروان بيغطي كل مساحات الملعب مع ديانج، وفي برضه مساحه فاضيه. فبالتالي بدء بالتشكيل هيمنع اي فريق. انا بعتقد ان في الدوري ما فيش فريق قادر يضرب النادي الاهلي بالمرتده لو انت قافل ملعبك وسط ملعبك صح. حتى انت بتشيل امبارح مثلا ممكن تقول لك ايه الاهداف جت من اخطاء دفاعيه، ده حقيقي، بس مش عشان الدفاع وحش، عشان من خط الدفاع الاول اللي هو هجومك بالزبط. انت بتضيع ووسط ملعبك متفرغ، فرغته بالتشكيل والتغييرات، فبترتد على الدفاع مش لان الدفاع وحش او هش. فبالتالي ده كله لازم يكون في الحسبان، وان شاء الله 3 نقاط جديده النادي الاهلي ده امام الداخليه ان شاء الله. ان شاء الله. علي معلول، يمكن بعض الناس مش راضيين عن اداء علي معلول مؤخرا، هل شايف ده سببه الاجهاد البدني؟ جدا جدا، لانه الانهاك البدني يا هند لما بتوصل لمرحله من تلاحم المباريات والاجهاد، قرارات كتيره بتبقى عايز تاخدها في الملعب بتخونك، لانه الجسم منهك جدا، كل حاجه مرتبطه ببعضها في لعيب الكوره، القرار الذهني جاي من القرار البدني او من الرسائل اللي جايه انت قادر تلعب ولا. اعتقد علي منهك جدا، وده قدر علي معلول، لانه ركيزنا او مفتاح لعب النادي الاهلي بقاله اكتر من 6 7 سنين، وكمان انه لسه البديل ما مسكش، او يمكن محمد اشرف شفنا ان بيحاول يريح كولر معلول فلعب مباراه اصلا، بس لسه ما خدش، لسه في غلطات شويه ساذجه، يعني اعتقد محمد اشرف محتاج ماتشات اكتر.
علي معلول كل يعني اي قرار بياخده لو قرار مش صح اعتقد انه نابع من ال- 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 الاجهاد. حتى الكره اللي جه منها الهدف اعتقد مش غلطته لوحده، كانت غلطه التغطيه العكسيه كلها من دفاع النادي الاهلي. لكن هو بعدها دي طبيعه علي معلول، لما بيحس ان هو تسبب بيعمل اداء، وبالتالي كل يعني الملعب حتى بعد الهدف بتاع صندوقس كان مميل ناحيه شمال، كل الهجمات او خطوره النادي الاهلي كانت من الجبهه اليسرى اللي فيها علي معلول وعبد القادر. فبعتقد انه محتاج راحه، لو الاهلي عنده رفاهيه ان يعني لازم محمد اشرف يعرف انه لازم امسك الفرصه، جات لي علي معلول مجهد فانا لازم امسك الفرصه عشان اقدر اشارك واريح علي معلول واريح سكواد النادي الاهلي، انه ما يبقاش مرهق لانه بيلعب اكتر من بطوله، وفرصته انه يتالق ويمسك كباك شمال جديد للنادي الاهلي. بعد تعثر فيوتشر وبيراميدز، شايف ان فرصه الاهلي دلوقتي بقت اقوى؟ أكيد. وفكره برضو الفكره اللي انت بتتكلم عليها ان كولر يبتدي يريح، يعني مش بدري شويه يعني ان هو يبتدي يريح الناس، ولا لا لازم من دلوقتي يبتدي يريح؟ سؤال حلو اميره. هو انت محتاج تعمل تدوير في اضيق الحدود، لكن في نفس الوقت انت محتاج تدوير، لان في لعيبه الركائز او 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 السكواد الاساسي او اللعيبه اللي بتلعب القوام الرئيسي مجهد جدا ولعب تلاحم مباريات، ده مش هيمتد لانه انت بس راجع من كاس عالم وقبلها كان في تلاحم في الماتشات في الدوري اعتقد، وهيبقى في تلاحم ماتشات في الدوري، لكن اعتقد لو قدرت تاخد الراحه الكافيه في الفتره اللي جايه اللعيبه مش هتبقى مجهده بالشكل المصور، لان احنا لسه راجعين من كاس عالم، فباين قوي الاجهاد على اللعيبه، ولعيبه كتير بتطلع بعد المشاركه ب 90 دقيقه بتطلع اوت اوف سكواد زي ما حصل المباراه اللي فاتت، انه عندك ثلاثه هم من الركائز متولي حسين ومنعم، دول ثلاثه ركائز بيأدوا برجوله جدا، فبالتالي الانهاك مع اللعب التلاحم او الاحتكاكات مع لعيبه الصن داونز ثلاثه وقعوا منك، فبالتالي انت محتاج تدور في ادي الحدود. مثلا مباراه اسوان انا ريحت الباك الاساسي، ريحت معلول، لعب محمد اشرف، ممكن في ماتش ثاني ريح حد من وسط الملعب، ده هيريح اللعيبه. وسؤالك برضو ذكي جدا، انه انت لو كسبت الداخليه كل ما بتبعد بالفارق، وانت اتكلمت عن تعثر المنافسين فيوتشر وبيراميدز، لو كسبت الداخليه انت بتوسع الفارق وبالتالي بتدي نفسك فرصه متنفس انه لا ده انا ممكن اجرب. طول ما انت متصدر وطول ما انت فارق بالنقاط انت ممكن تدي فرصه للعيبه انها تريح او تعمل الروتيشن او التدوير. بالكلام عن الراحه والروتيشن انت هتلعب ماتش تقريبا كل 72 ساعه، وعايز يبقى عندك قوام اساسي زي ما احنا بنقول للفرقه عشان الماتشات الثقيله والكلام ده كله، وعايز تعمل روتيشن، ازاي بقى ممكن كولر يعمل الحزبه حزبه بيراميدز زي ما بيقولوا عليها؟ طيب حلو جدا. هو الكولر اوريدي كان عامل ده، وكان ده بيلاقي استحسان كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، وانا انه رغم ان في 11 او 12 13 لعيب انت حاسس ان هم الاساسيين او استقر عليهم، لكن كان كل لعيب حتى اللي بيبقوا في الاحتياطي او حتى في ريزيرف خارج القايمه محدش حاسس ان هو مستبعد للابد او ان هو مش بيشارك او ان هو كان كله بيدمج، كان بيعرف يدمج اللعيبه كويس جدا. ده بدا يبقى فيه تراجع شويه منذ رجوع من كاس العالم، لانه شفنا مثلا الكلام كان بيتكلم على انه مش لاقي المهاجم الامثل او المهاجمين شويه خذلوه في انه يخلصوا اللمسه الاخيره، لكن رغم ده كان شريف بيلعب، كان شادي بيلعب، كان بيشارك حتى بيرسي تاوكا فيرو، يعني قصدي كان بيعمل لكن بدانا نشوف بعد كاس العالم في استبعادات من القايمه. اعتقد انه عشان تواجه الاجهاد او تعمل الروتيشن لازم تدمج تاني، ودي حاجه هو اصلا مستر كولر كان بيعملها، يرجع يدمج تاني كله جوه الملعب، محدش يحس انه بعيد عشان اسباب فنيه او بعيد عشان مش هتشارك خالص، لا انت دورك موجود حتى لو انت لعيب مش اساسي، يعني وجود شادي في تشكيل في ال 18 نخش قائمه المباراه كان مهم، انا عندي فيرودين، عندي شادي وشريف، لو الماتش تعقد زي امبارح قادر انزلهم في اخر 10 دقائق، عندي فيرودين جوه ال 18 برونو سافيو لسه اعتقد في علامه استفهام لانه الكلام على اصابته في الركبه، بعض المصادر القريبه من نادينا بتتكلم انه لا الامور فنيه والامور شخصيه، واعتقد لازم يبقى واضح او نعرف مصيره، لان انت عندك حتى لو استقر الراي الفني عند مستر كولر انه مش ده البرازيلي او البروفايل اللي انا كنت عايزه كلاعب اجنبي او ان انا هبدله بلاعب اجنبي تاني، انت عندك من النهارده هند، ولو الاهلي ان شاء الله فضل يتاهل في افريقيا المفروض الموسم يخلص يعني في شهر 6 او 7، لو استمر النادي الاهلي في بطوله افريقيا ووصل للنهائي او لقبل النهائي الموسم هيمتد لاغسطس تاني، فبالتالي انت عندك على الاقل 6 شهور فيهم تثبت نفسك فيهم، انت مقيد كمان بالقوام ده حتى اللعيبه اللي انت شايف انها مش مقتنع بيها، فبالتالي برضو دمجهم مهم، يعني هو لو في باله مستر كولر انه برونو سافيو والله مش حابب انه يبقى معايا بدايه الموسم الجديد، بس طول ما انت في الموسم ده هو لازم عنده تستخدمه عندك فرصه كافيه انه ممكن يغير رايك ويحسم المباراه، واللعيب احنا شفنا لعيب كويس يعني يمكن بعد عن التشكيل بشكل مفاجئ، فبنتمنى يبقى في وضوح في حته هل الامور استبعادات فنيه ولا امور خارج اطار الكوره يعني تاديبيه او كده. القندوسي
عدم مشاركة القندوسي من انا من وجهة نظري ان القندوسي كان يشارك من داي وان من اول ما جه، لان الراجل اصلا رجله في الملعب، هو جاي اصلا من بطولات جاي من نفس اجواء النادي الاهلي، مش جاي من بعيد، هو جاي من هنا من على اول الشارع ده. فليه القندوسي مش بيشارك من وجهة نظري؟ هديكي مثال شوية بعيد عن الكرة المصرية. في 2010 انتر ميلان بقيادة مورينيو كان عنده لعيبة كبيرة جدا ولعيبة قوية جدا، وكان بينافس على دوري ابطال اوروبا. جه مورينيو طلب من رئيس النادي، قال له انا عايز شنايدر. الريال هيسيبه، انا عايزك تنقض عليه وتاخده. فقال له ليه؟ قال له شايف، قال له ليه انت عندك لعيبه جايب لك سكواد اهم لعيبه في اوروبا. قال له انا عندي القطعه دي قطعه الشطرنج المفقوده، لو انت جبتها لي انا اكملت وهكسب اي فريق، واوعدك ان دوري ابطال اوروبا هيجي لانتر ميلان. وقد كان لما اتعاقد مع شنايدر فعلا كانت القطعه المفقوده عند سكواد انتر وخدوا دوري ابطال. ليه بقول كده؟ لانه اخر مباراه للنادي الاهلي مع الزمالك والثلاثيه الشهيره بان فيها قوي استخدام كولر لورقه حمدي فتحي لاعب الوسط الثالث، في استخدامه في انه بضرب بيه الدفاعات وبيزيد كلاعب ثالث وبيخلخل دفاعات الخصم بانه بيزيد جوه ال 18، وفعلا الثلاث اهداف اتسبب فيهم حمدي فتحي، وكان سبب رئيسي ان النادي الاهلي كان نجم المباراه ورجل المباراه، كسب بثلاثه وشفناها في اكتر من مباراه، واستخدام كمان في كاس العالم. لما النادي الاهلي خبر التعاقد مع القندوسي، كل جماهير النادي الاهلي وغير جماهير النادي الاهلي والمتابعين والمحللين قالوا بس وجد قطعه انه انت يعني ده اكتر حد كان المفروض يبقى عايز الصفقه دي كولر، لانه بيمثل له لعيب وسط الملعب اللي بخصائص رقم 6 و8 لكنه بيعمل الزياده دي. فرجنا عليه في الدوري الجزائري وفي دوري ابطال افريقيا السنه فاتت، حتى لما واجهنا هو احسن لعيب. الحاجه اللي انت دايما بتقول ديانج وحمدي اثنين لعيبه اقوى لعيبه وسط ملعب في القاره، بس ما عندهمش التيرن اوفر او مش بياخدوا الكوره ويروح بوشه، دي عند القندوسي. فانت بالتالي امس يعني بعتقد ان دي يعني وجوده مش عشان بس دي صفقه جديده ممكن تخليها تشارك، لا بعتقد وجوده هام جدا في خطط كولر نفسه، انه دي القطعه اللي كنت عايز تعمل بيها الزياده في وسط الملعب اللي تقدر تضرب بيها كل المنافسين. احنا كلنا كنا منتظرين نزوله من بدري جدا، هو وكهربا الصراحه يعني كله كان منتظر نزوله. طب انا في النهايه كده عايزاك تقول لي توقعاتك ان شاء الله للماتش الاهلي والداخليه، وشايف ايه احسن سيناريو نتمناه كلنا يحصل للاهلي الفتره الجايه ويوصلنا بقى للقمه؟ النادي الاهلي ان شاء الله هيكسب داخليه، لكن لازم من بدري اضغط جامد، اضغط عالي زي ما عملت في ماتش صن داونز، ولما تجيلي الفرصه لازم احسم. بعتقد اقرب حد في مركز المهاجم واللي كان موفق جدا في التسجيل هو كهربا، فمساله مشاركته اعتقد حتميه. توقعاتي النادي الاهلي انه هيواجهك تعسف كتير جدا في ايجاد اللعيبه الفتره اللي جايه، وفي اللعيبه تخرج من القائمه وترجع تاني، لكن توقعاتي ان التدوير اللازم مع كولر، بدء التشكيل بتشكيل الانسب او التشكيل الافضل، قادر انه يخلي النادي الاهلي على كل المسارات اللي عنده، وده قدره طبعا، ده قدر النادي الاهلي انه بيلعب دوري افريقيا، انه قادر يتصدر في كل حاجه ويعيد التوازن بالذات في افريقيا. فتوقعي انه طبيعه الحال ان شاء الله الاهلي موجود دوري ان شاء الله، بس ماتش داخليه مهم جدا انك تتصدر، نفسيه هيفرق جدا. نعتبر ان ضربه البدايه في افريقيا ما كانتش ماتش الهلال في مدرمان، ضربه البدايه هي مباراه القطن في القاهره. حلو. ومن هنا ابدا اجمع العشر نقاط اللي انا محتاجها عشان اصعد تاني، ومن هنا اللي هم يكونوا ايه بقى يعني ناخدهم ازاي؟ القطن. وعندك طبعا القطن انت محتاج الست نقاط بتوعهم يا اميره، القطن رايح جاي لازم تكسبي يعني. الهلال في القاهره ثلاث نقط لازم تاخدهم، بريتوريا طبعا بنماني النفس باسم النادي الاهلي وغيره يعني وخبراته انه يكسب هناك، لكن لو انا اخدت نقطه بس من بريتوريا زي ما سان داونز عمل معايا هنا مع سان داونز، اعتقد 10 نقاط من اصل 12 نقطه كافيين جدا لصعود النادي الاهلي، في ظل طبعا انه الفرق الثانيه هتلعب مع بعض ووارد انها تتعثر ووارد ان يحصل ماتشات انت ما كنتش متوقعها، يعني القطن كسبان في ارضه ويتقلب الماتش في 10 دقائق 2-1 للهلال، فالسيناريوهات دي كلها كان لازم نعمل حسابها. فبالتالي احنا صعودنا في ايدينا يعني لو لعيبه سمعانا في رجل اللعيبه، يعني برضو خلينا نكون واقفين على ارض الواقع، هو صعب قوي لان انت مثلا ماتش الهلال ده احنا مدركين تماما ان مش هيبقى ماتش سهل، مش بس كرويا كمان نفسيا، وزي بيقولوا ايه اللعيبه هتبقى نازله جزه على بعض يعني بالبلد. انت ترد فنيا يعني انت لو مهما كانت تجاوزات حصلت في مباراه السودان، طبعا الهلال ما بيمثلش الا نفسه يعني بعيد عن علاقات الشرياني يعني مع السودان والعلاقات اللي امتدت سنين، فبالتالي الهلال ما بيمثلش نفسه. اللعيبه مطلوب منها ايه؟ الامور الاداريه، النادي الاهلي عارف يعمل ايه وقدم شكوى وكله تمام. اللعيبه انت اتغلبت في الملعب وحصل معاك التالي والتجاوزات، انت ترد في الملعب، لازم ترد تكسب الهلال اقل شيء، لان احنا حتى في الماتش بتاع هناك اللي ضايق الجمهور مش انه انك خسرت او الفريق كان فرق، انت عارف انك اعلى فنيا بكتير منها، ومباراه خليتها تروح من بين ايديك، يعني كان ممكن الكوره بتاعت حسين في اول الماتش، حتى الهدف هدف
في كل الغرابه بانعكاس او يعني انعكاس الضوء على الشناوي. كوره الشناوي جاب اصعب منها بكتير، والدليل مصد ضربه جزاء بعدها بدقائق، وانه امبارح عامل تصدي قلب المباراه، كان ممكن سان داونز يجيب الثالث وتصعب الامور. فبالتالي كان امور ماتش فيه امور غريبه جدا، يعني اهمها انه الهلال مش اعلى منك فنيا تماما، انت اعلى بكتير جدا، فاللعيبه لازم تدرك ده. والبدايه من القطن، واعتقد فوز القطن هديك ثقه يا اميره، وبالتالي طبعا تجمع النقاط اللي اتكلمنا عليها، يعني ماتشين القطن لازم يبقوا في جيبك، مباراه الهلال في القاهره، وطبعا تبقى رايح بقى مباراه سان داونز وانت محتاج نقطه واحده ونخلص من مشكله اضاعه الفرص، يعني هي دي المشكله الاساسيه. يعني احنا لو وحشين هنقول والله يا جماعه احنا فريق ضعيف، احنا بس اللي بيضايقنا جدا كجمهور ان احنا بنيجي الفرصه بتبقى قدامنا وعندنا استعداد ان احنا نعمل كام حاجه. النادي الاهلي لما ضغط عالي امبارح الشوط الاولاني بس قطع الكره من خط دار سان داونز كام مره؟ 7 مرات في ال 18. احنا كنا شغالين كويس قوي فعلا، احنا هدفين جم في الشوط الثاني. انت الشوط الاولاني خاني اكتر فريق منظم في افريقيا، مخليه مش عارف يطلع بالكره من تحت، انه ما بيطلع طبعا مشاكل عليه خطوره، فانت خانقه وقطعت الكوره، يعني نفذت تعليمات المدير الفني اضغط عليه، طب التسجيل فين؟ هي دي. فاعتقد الاقرب، ما هو ده برده اللي سهل يا اميره او يقلل المشكله، ان انا ابدا صح باللعيبه اللي بتسجل، كهربا بيسجل ابدا بيه صح، فبالتالي بدء التشكيل. عايزه اكلمك في حاجه مهمه قوي، يمكن قلناها بس ما اتكلمناش فيها كتير، وهي التبديل في الدقيقه 65، ان احنا نبتدي في 5. طب ما خلاص، ما اللي ذاكر ذاكر يعني، يا ريت 65 يا هند، والله ساعات بيبقى 80 و75 وببقى هتشل لغايه 80. بدايه اول تغيير بيبقى غالبا 65. الموضوع ليه بسموها ايه يعني، ليه سلبياته وايجابياته. سلبياته اكتر طبعا، انه انت يبقى عندك مدير فني هند واميره انه قاعد هادي، مؤمن جدا بافكاره، عارف ان سير المباراه مسيره بطريقه معينه، محضر سيناريوهات. لكن في اوقات مثلا بعيد عن مباراه امبارح اللي كان لازم تدخل سريع، اخر مباراه يمكن لينا في كاس العالم مباراه فلامينجو، يعني لو انت كمدير فني بتاخر التغيير كده كده، لكن انا طرد مني لعيب، بقيت منقوص لاعب، مش تدخل بقى فني، انت عايز تدخل جراحي، لازم تغير، ترجع تغطي مكان الراجل اللي طرد. فبالتالي يعني يؤخذ، بس الحاجه البسيطه ان بنأخر التغيير جدا مع مستر كولر. في ماتشات تحتمل ده، وفي عشان كده بقول لك انا بعتقد انه الراجل اللي كسب بدا الموسم واخذ عربون بدا عربون المحبه مع الجمهور الاهلي بالفوز بالسوبر على المنافس المباشر على الزمالك، وتصدر الدوري، وراح في اول ماتش ليه اتحاد منستيري هاجم اتحاد منستيري في تونس، كل وكسب القمه تاني في الدوري بثلاثيه تضاف لمسلسل الاسكورات الكبيره اللي بتعملها على المنافس. لكن في النهايه بعتقد في بطوله افريقيا هو لسه ما وصلش، يعني تقييمه على الباقي 10 من 10 في بطوله افريقيا. مستر كولر بافكاره بامكانياته اللي احنا عارفينها كبيره جدا لم يصل دوري ابطال افريقيا. جمهور النادي الاهلي مستنيه يبرز افكاره اللي شافها في البطولات المحليه دي في افريقيا، وبالتالي يعود النادي الاهلي لمكانه الطبيعي بانه يصعد من المجموعه، ونبدا بقى نشوف هنروح في الابعد مكان ان شاء الله الفاينل زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. يا اسر انت نورتنا طبعا كالعاده، وان شاء الله تنورنا في حلقات ثانيه كتير، ونشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي خلصت حلقتنا، هنروح دلوقتي لفقره استشاره طبيه، لكن هتكون من حلقه سابقه، استنونا.